كارثو ثان متى دنا التلاميذ في ذلك الوقت الى يسوع وسالوه من هو الاعظم في ملكوت السماوات فدعا يسوع طفلا واقامه في وسطهم وقال الحق اقول لكم ان كنتم لا تتغيرون وتصيرون مثل الاطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات من اتضع وصار مثل هذا الطفل فهو العظم في ملكوت السماوات ومن قبل طفلا مثله باسمي يكون قبلني. من اوقع احد هؤلاء الصغار المؤمنين بي في الخطيئه فخير له ان يعلق في عنقه حجر طحن كبير ويرمى في اعماق البحر. الويل للعالم مما يوقع الناس في الخطيئه، ولا بد ان يحدث ما يوقع في الخطيئه، ولكن الويل لمن يسبب حدوثه. والمجد لله دائما والرب يبارك عليكم. المجد للمسيح ربنا. <applause> <applause> ليش يسوع يحكي هذا الكلام بخصوص الاطفال ليش يقول من راد ان يكون كبيرا فعليه ان يصير صغير ان يصير مثل الاطفال بالحقيقه يسوع يريد يغير نظرتنا على العالم لانه احنا الكبار اولاد اليوم احنا واقعيين احنا نهتم بحياتنا نروح على الدوام نروح على الشغل مهمومين احيانا كثير بالواقع الخاص في البيت وترتيبات البيت ونظافته والاكل ومهتمين ايضا بواقع البلد وبواقع الاخبار والشيء اللي يحدث بينه احنا الكبار اولاد اليوم واحيانا نصير اولاد امبارح خبرتنا هي من امبارح اش كان يقول ابونا وامنا وعمنا وعمتنا وخالتنا او اش يقول السلف الصالح ولهذا كن ابتلينا بهذا الماضي وبهذا الحاضر احيانا الحاضر هل قد ياخذ ياخذ اهتمامنا بحيث ابد ما نفكر بالمستقبل، لا بل كثير من الناس يوسوسون من المستقبل يقولون منو ابن غدا؟ لكن الاطفال هم اولاد غدا. الاطفال ولدوا حتى يكبرون حتى يكونون اولاد غدا حتى نحضر لهم غدا نحضر لهم المستقبل حتى لا ندان بسببهم اكو مفكر فرنسي اسمه جورج بيرنانوس يقول الاطفال سوف يدينون العالم والاطفال راح يدينون العراق ويدينون كلنا الكبار من العراق العايشين اليوم البارحه انا وفريق من الاباء ومن شباب الأبرشية رحنا إلى الحويجة وقضينا النهار في الحويجة نوزع مساعدات للعوائل الناجية من الإرهاب في الحويجة والتقينا بأكثر من خمسمائة عائلة غالبية العوائل أطفال وشافت عيننا اللي ما ممكن نتخيله عشرات الاطفال اللي بعد الرعب والفقر حفاه محتاجين شنو ذنب اكثر ما جلب انتباهي هالاطفال صحيح ودينا مساعدات لكن حاولت أن أسأل هالأطفال إيش عاشوا خلال ثلاث سنين مع داعش إيش كانت خبرتهم وشنو البقايا اللي راح تبقى في نفسيتهم من هالرعب اللي شافونه ومن من انقتل أبونه من انقتل عمه من انقتلوا أفراد من عائلته على إيد داعش لأسباب تافهة أو لأسباب فقط جريمة يمكن يمكن راح ينسون بس نفسيتهم راح تبقى متأثرة باللي حدث بهالثلاث سنين والمأساة أنه ماكو مدارس هالأطفال ما عندهم مدارس ماكو دواء ماكو علاج وفكرتوا فعلا بأنه هذول هم اللي راح يدينون العراق مع المستقبل اللي راح يحكمون علينا اش عملنا لهالاطفال؟ ايش بدنا نعمل لهالاطفال؟ يمكن بدنا نفكر بالاشياء السياسيه وال... وال... والتوازنات والاشياء التحليلات اللي نسمعها كل يوم بالوسائل الاعلام، لكن ما اتصور اكو واحد يتكلم ماذا نعمل للاطفال، راح نترك من النفط، من البيئه، من الاموال، من الخزين الاستراتيجي، من الاشياء اللي نتكلم عنها بحذلقة. يسوع ما يتكلم بحذلقه يسوع يتكلم ببساطه ويقول ان لم ترجعوا وتصيروا كالاطفال يعني تصيرون ناس بسطاء ناس تنظرون للمستقبل ناس ما تشلبون بالماضي وبالحاضر ناس ما تنقنقون على الوضع الحالي لكن تسالون نفسكم ايش رح يكون هذا المستقبل حتى مستقبلنا نحن اشلون نفكر بالمستقبل؟ هل عندنا امكانيه ان نمسك زمام المستقبل ونفكر بينه؟ عندنا هالامكانيه؟ اي نعم يقول يسوع: عندنا هالامكانيه، كل واحد من عندنا يقدر ان يفكر بان انسى ما ورائي وامتد الى ما امامي ولا احسب انني وصلت. هوني ما راح يجي لا التكبر ولا الغرور ولا المقارنه ولا حسد عيشي ولا اي نظره اخرى انه هذا زنجين وانا فقير وهذا يقدر وانا ما اقدر، شوفوا الدنيا شلون تتقلب مثل الناعور يصعد متروس وينزل فارغ. وما تدوم لحد تدوم بس للي عنده مستقبل. شنو مستقبل هالاطفال؟ ممكن منه من راح يصير وممكن منه من راح يفشل واذا اسهمنا في ان يصير فطوبى لنا اذا ساعدنا هذا الطفل ان يصير طوبى لنا كيف نقدر نساعده؟ كيف نقدر؟ يسوع يقول: مو انه انت تعطينه، خذ منه. الطفل معلم. معلم ببساطته. معلم ب... بعد ما يبكي يذب نفسه بحضنك الطفل ينسى الطفل يتجاوز الطفل ينام رغد الطفل مرتاح للبساطة للأشياء اللي أنت تقدم له هي الطفل يحبك وإن كنت فقير وإن كنت عصبي وإن كنت من كنت يحبك فإذا استادك هو استادك في التصرف واستادك في النظره الى المستقبل الطفل بريء الطفل بريء ما يعرف معنى الخطيئه ولهذا يسوع يقول الويل لمن يشكك الاطفال واضخم شيء في مجتمع يسوع هو الطاحونه حجر الرحى يقول اللي يشكك الاطفال يستحق ان يلقى في عمق البحر في عنقه مربوط حجر الرحى يعني شقد قد احنا لازم نكون حذرين في تعاملنا مع الطفل وكيف نفتح عينه وكيف نسيء التصرف له من يدخل في عالم الكبار كل زوج وزوجه لازم يفكرون بالاطفال قبل ما يفكرون بنفسهم كثير مرات الاهل ما يعرفون شلون يفتحون الطفل إلى المستقبل إما يخوفونه أو يشككونه أو يرسموا له طريق بحسب ما هو هيم يتصورون الطريق الله يرسمه طريق الأطفال مستقبل الأطفال الله يرسمه بس هل إحنا نصغي إلى الله في عرض هذا الثالث اللي هو بيننا وبينهم؟ أطفالكم ليسوا لكم يقول جبران أطفالكم أبناء الحياة أطفالنا هي صورة الله بيناتنا صورة الله الساكن بيننا أطفالنا يجيبون هذا الفرح اللي نحتاجه فرح السماء من يولد طفل في بيت يجيب معانه اطنان من الفرح كان كئيب حزين هذا البيت بس تشوفون شي يجيب معانه من الفرح كل شي ما يسوي من يبتسم الدنيا ترقص فاذا هذا درس كبير في تغيير نظرتنا نحن كيف نعيش كيف نتبع الله كيف نسمع الله واحنا ايضا من نجي على الكنيسة يطلب منا الرب ارجعوا كالأطفال وصلوا إلى الله مثل ما يصلي الطفل إلى بابا دخلنا يسوع في عائلة الله من باب الطفولة وش قد ما نكبر نبقى أولاد هذا الأب الأزلي فإذا أطلب منكم اليوم أولاً نصلي من أجل أطفالنا، أكيد أطفالنا حالم كثير أحسن من أطفال الحويجه. بس نصلي أيضاً من الأطفال من أجل الأطفال المحرومين، المتأذيين، اللي ما عندهم شيء. ويمكن أن نربي أطفالنا إلى هذه الشركة. إذا الطفل يكون شوية مدلل زايد يتطلب زايد، ممكن نذكره بان اكو اطفال ما عندهم ربع اللي هو عنده ويمكن يتعلم من هذه النظره ان يتقاسم مع الاخرين ان يقنع باللي عندنا حتى لا يكون ايضا مفصول عن المجتمع مثل ما احنا احيانا ننفصل عن المجتمع نصلي من اجل العراق من اجل اطفال العراق من اجل اطفال العالم من اجل هذا المستقبل اللي نستقبله احنا ونحطه بين ايدين الله، وهذا هو معنى القداس اللي اليوم بدنا نقدسه. نصلي حتى الرب يبارك بلدنا ويعطينا السلام من اجل هالاطفال حتى لا يدينونا ويحكمون علينا ويقولون فرطتم بهذا البلد وما فكرتم بينا. امين.